بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا دحري صباح وصباح شعبان كاتوي مالتيو شهر شعبان بزو احاديث كقرا كنسمعينا ناي شهر شعبان احاديث صحيحه دخونه وحدات ينزلوا دبزح موضوعات ودعف دخونه ابزوان زي حجه خان زي تكنولوجي بالودلو زي ناي موبايلات قلقله واتساب بزو حد متص مالتيو. لكن كنفلطو زلنا واجبناتنا انتي اولا شعبان منتي شعبان تباهيلا انت رايلنا ابقو ابلق عربيه لق عربيه يعني ما شاء الله بزح انت شمو يدلو معان له. شعبان هو اسم للشهر حنت كابتن نوارح شميا، وقد سمي بذلك لان العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه. ابتغزيتي ما يوحدهم سلاز نبره فحيبل نيروم يتشعبون فحيلهم ما يدلي نيروم حجنت اي تباهيلا شهر شعبان تباهيلا مالتيو. وقيل كالي وين ترجم الله لتشعبهم في الغارات، وقيل لانه شعب اي ظهر بين رجب ورمضان. امونغو رجبنا امونغو رمضان تراي سلاز خونه تقوليها بخمو دماني شعبان تباهيلا ايلهم مالتيوم. شهر شعبان حنت كابتن كنفلت ادلنا كابتن شهر الله المحرم ايكونتين شهر الله المحرم كندين اربعتين نبينا رجب اللاتنا دحري ذو القاعده ذو الحجه محرم سلستين بحسابي متى مالتين شعبان. لكن كابتن شهر الله المحرم ايكونتين ولم يرد في فضل العمل فيه تحديدا الا الاكثار من الصوم. ابشر عد متى صحيح دخونت ابزا ورحزي ابزا شعبان زي اسني زخوني يكون عامل دسراح يلن الا صيام تزيكوينو بزعبا صيام طرحا مزيا زلا مالتيو. واما العمل الصالح عموما فانه شهر ترفع فيه الاعمال زي دخوني يكون سراحات كتبزح كن صدقه ديو اعم صلاه ديو زي ابزي شهر شعبان زي ترفع الاعمال زبل اثار الله ويدماني حديث الله. لكن يعني درجه صح ولا تدي بزح مالتيو. كم ستنا عائشة تايبلا عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ورحم التي دتصوم رسول صلى الله عليه وسلم بجك رمضان كالي إلان دبزح كبوارح كأدتصوم وزنبورو دماني أب شعبان يلان إذن بقاري أب شعبان تيالاتنا مالتيو صيام تبزح مالتيو. ولذلك برواية مسلم قال له عائشة رضي الله عنها انتايبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله دبلالو كان يصوم شعبان إلا قليلا يلن مالت وحدات ينتن ديت أمولا نبري أب شعبان دبزح يتأمونيرم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه انتايبل كان يصوم شعبان كله يلن دحريد مان كان يصوم إلا قليلا مالت سني، وبيان ان قولها كله غالبه مالتيو تدبزح سني يتصوموا خمس نبورو مالتيو. علماء انت يبلو وانما لم يستكمل غير رمضان لئلا يذن وجوب صيام الشهر الاخر لو صامه كاملا كامل تدصمونيرم باركلتو ورحي يدصوم كبل خلسب مالتيو. لكن امونغو يفطروا نيرم دحراي دماني يصوموا امونغو يفطروا يصوموا نيرم مالتيو زياتا محفوظ دلا مالتيو. ابن رجب رحمة الله عليه صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم بالكبت كب أشهر الحرم كبت تصوم سني أب شعبان كتصوم يبلت إبل ابن رجب تا انتاي من تايلو مهناتو لك كم زي ناي تطوع ناي سلاتيلو. أفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده حج سلات كاب زخون يخون نافلة تطوع أينو تندبلت أتن سنن الرواتب مستا فرد دلا بقدميان بدحري ادلوان كومو دماني ازاناي شعبان دماني قدم رمضان دلا سلازي خونت بدحري ادمان ناي شوال ازين تندبلص عين بل كاب شهر محرم ازين يبلص اي بل مالتيو منكم يبل ابن رجب. اب حديث الله انتاي دبل اب روايه النساء له شعبان لهم شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان لهم النبي عليه الصلاه والسلام. نمتي اخا تصوم مسولوم سن مهناتو زاور حزيا
سب غفلة زقبر الله لهم مغنياتو أب رجب كم زين سمع زنبرنا هم تري وزنبركم بزح سب حدش دين بره أبو زيادة أن تيجبر نيرو رجب يتباهلو دين بره عباداتات بزح غيره أب شعبان مسبت حد ما نحج أن تيجبر إذا حل مالتيو بالعكس حج أن تيج خون دلوا مالتيو كم تين النبي عليه الصلاة والسلام زنبروه أب شهر شعبان خون كله بزيادة سيامي خاقة بزح دل كمالتيو ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سيام ناي رمضان دنبرني قضاء سني مستمس رسول دنبركو مشاقل يدونجي نيري كان علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لين شعبان مسكونت جن شعيك على طفنيرة تنقضاء دنبراني مخنياتو رمضان انت دا أركبواتنا إذا حالف خلو زي كابتي خلل سلزخوني كابتي قدلت سلزخو تصر مالتي ولذلك انتهي تبل أب شهر شعبان بزيادة إتصوماني رن مالتي. وأما ما ورد في فضل هذه الليلة من الروايات وتخصيصها بعبادة خاصة دون غيرها فقد ضعفها العلماء حج سمعيكم بزوح أحاديث كمتسيو النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة نصف من شعبان تباهلو سبات تأكيبهم أبتا ليلة نصف شعبان بحانساب كوينهم كسو قدو ترئي مالتي. لا بل ابن تيمية رحمة الله عليه كاب سلفنا الصالح عباداتات يوزحون يروم بحانساب تأكيبك بحانساب كوينكا جن عبادة زقبر جن إزي كابتي محدثاتي حدش نقريو. ولذلك إمام النووي رحمة الله عليه كابتا حديثنا صحيح مسلم زلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بال أبكالي رواية دماني من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لما النبي عليه الصلاة والسلام قال الرد مالت فهو رد مالت بمعنى مردود رب العالمين سيأيك بل الكاني دخوني يكون سراح رسول زي قبور وانت لا سريح كاسني تقبال النتي يبلون. وهذا الحديث يبل قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام حانت خبتنك عند مسرتاتنا إسلامنا إزي آيه يبل مالتيو مهنياتو نخل نقرأ تاجيرات لنا لنا حويتات لنا لنا نتدين سني بتا رسول دموتوا بقات راح نخد كيد مالتيو. أما سب يمثل النيلو دسيب للنيلو انت لا دخون عباداتات انت لا كشرع جميرو لكن انت يكون مالتيو خالص التدين كغيري مالتي بتانا رسول عليه الصلاة والسلام دحر تقيد كخيد كاغن كابتي احداث كابتي بدع رح قال خمالتي. ولذلك الزهري تبعلي كابتم عبيت علماء انتايلو عجيب زخون زربات زاربو انتايلو من الله الرسالة يلو وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم الله سبحانه وتعالى انتاي زقبر يرسل تي رب سبحانه وتعالى زفوت وزخونه كله قال يتقول نايم على تيو رسول كان تايز قبر يبلغ هي تانا يرب استبهاله أبصح استبهاله دماني يبتصح نحنا خان نتايد لنا وعلينا التسليم نحنا دماني حراي الكادماني نتادم اتاب شرعي نعات راح خاخ تسرح زلة كام على تيو. ولذلك عائشة قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفريا إبلا مالتين رسول عليه الصلاة والسلام سي تأبصحوا استبهاله سني زقدفوا نقر يبلو من كمو زبالة رسول زي أسايب تحلنان يوم زبالة إذي عبي فريا عبي جريمة إجيرو دولو مالتو لأن الله عز وجل تايلو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة تايلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل خير دبالة حبيرو منايم كل شر دبالة دماني كالكيلو منايم إذن أبزا شعبان زي دخون يخون عبادات تحدش نقر كنقبري بلنان إلا تا رسول صلى الله عليه وسلم سقبرواز نورو سيام يبزحو نيرو كم دماني أعمال خير دماني انتدى أبزحكا لأنه ترفع الأعمال سلزبولو النبي عليه الصلاة والسلام تزيكوينو كالي حدش عبادات كنقبر يبلنان مالتي. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.